الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي الحشرات والحيوانات الزواحف التي يجوز قتلها، وما هي التي نهينا عن قتلها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فهذه هي الدواب التي أمر الشارع بقتلها. وكذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. والجامع في ذلك قاعدة لا بد أن تحفظها إن كنت تريد أن تتعرف على الجواب الإجمالي. تقول هذه القاعدة: كل مؤذٍ طبعاً فإنه يقتل شرعاً. فجميع الأشياء التي تؤذي من الحيوانات والحشرات، الزواحف وغير الزواحف، فإنه يجوز شرعا أن تقتل من باب دفع ضررها وكف شرها عن النفس أو عن الآخرين. وأما الحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها فمنها النملة، ومنها الضفدع، ومنها الصرد، ومنها الهدهد، كما صح ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقول الجامع في هذا أن كل ما لا ضرر فيه ولا إذاء يصدر منه من الحشرات أو الحيوانات فإنه لا ينبغي قتله. فاحفظ هاتين القاعدتين وفقك الله، فإنها تغنيك عن كثير من التفاصيل في هذين الأمرين. وأعيد هذا مختصرة فأقول: القاعدة الأولى: كل مؤذٍ طبعا فإنه يقتل شرعا. القاعدة الثانية: كل ما لا يؤذي ولا ضرر منه فإنه لا يقتل، والله أعلم.